سوريا مقيمة بسويد، كان معي 5000 كرون مصمتهم ومصروفي، وانا هلا بمحطة رئيسية بستوكهولم، اجيت وحولت هدول ال 5000 كرون لليرة تركي لحتى اقدر ادعم الاقتصاد التركي بهي الايام الصعبة وبهي الحرب ضد الدول المتآمرة عليه، هذا اقل شيء ممكن نعمل بعد اللي عملته تركيا للشعب السوري بثورته. ورسالتي من هذا الفيديو لكل واحد معه اي عملة وباي دولة انه ينزل ويحول لليرة تركي، ولا تقول انه ما فيني اعمل شيء لانه ليرة واحدة ممكن تساوي الفرق. بان امين تركي كازانجاك بقولوا تسلم لك كلتك بان تركي تشوف تسوي بيورم بدستك بيورم امبيك تركيا تشكر درم.